حسين كثير تمادت معي ونسيت مين هي ومين نحن وليش جبناها على هذا البيت وشو سبب علقتنا مع وحده مثلها، لا من قيمتنا ولا من مقامنا. لهيك صار لازم ينحط لها حد وبسرعه كمان. شو عامله ولا ما ياسين؟ شو عامله مع عمي احكي؟ بعد عني، بعدوا كلكم عني. عم ترفعي صوتك بوشي يا بتبيع الكعك؟ بس كانك نسيانه يا مرت ابني انه الولاي كانوا هلا اهلك مرميين بالحواري وما في سقف يلمهم. لك يا ريتهم شحد وناموا بالحواري ولا مدوا ايدهم الك. كان اشرف نزلي اللي عايشتنا فيه. بتعرف شو اصعب من الفقر يا بيك؟ الوقفة على باب اللئيم يلي مثلك. خلصوا ليك؟ ضرب ضرب كمان يا ابن مظهر بيك. وقحة وقليل الترباية، شو بده يطلع منك؟ اتركوها خلوها تكمل كلامها. يلي ما بيعتبر من الكلام القليل، ما بيعتبر من الكلام الكتير. حلو حلو كتير. أبوك علمك الحكي منيح، بس نسي علمك إنك تحترمي اللي أكبر منك تحسبي له حساب. على كل حال حكي مو معي، عندك كبير يربيكي. شو بيك؟ امشي امشي. بدي ارجع على البيت ولاقيها، خليه يمشيها. يعني بدك اياه يقلعها على بيت اهلها ابن عمي؟ ايه نعم يقلعها. يعني يطلقها؟ يطلقها. وانت بتجوزي وحده ثانيه؟ لا انا ما بدي اياه يطلقها. ليش بقى؟ انا بعرف شو رح ساوي معها. شو بدك تساوي؟ بدي جوزها واحرق لها قلبها. ايوه ايه مثل ما بدك. لك حط حالك بمحلي. تخيل امك عم تشتغل خدامه ببيت حماك، بترضاها؟ انت هيك بدك يا ياسين؟ هذا اللي بدك اياه انت؟ راسك اليابس هو اللي وصلك لهون، وانا بدي كسر لك راسك بامك وابوكي واخوكي كمان. تكسير الراس مو بالام ولا بالاخ ولا بالاب ولا بالضرب يا ادهم بيك. ولهيك انا ما بقى بدي اعيش عندك وبدي اياك تطلقني. وحياتك ما رح يصير طلاق الا ما اخذ منك حق يلي دفعت له اياه لابوكي. ايه لكان انتو ما بتدفعوا برغوت واحد الا وعرفانين جاي بداله عشرة. وانتي ما قدرت النعمة يا مياسين، ما قدرت النعمة يلي عايشة فيها. عميتي عيونك عن كل هالخيرات بس يلا انتي ما بالبالك لانك متعودة على الفقر والتعتير والزل. مزبوط انا ما شفت نعمكم ولا حسيت فيها. عارفاني حالي جاية ضيفة كم شهر، ما حسيت عندك إلا بالذل وبالقهر وبالحرمان.